صباح نكهة البداية الجميلة برائحة البن والياسمين، وليس هناك أجمل من أيام نبدأ بها صباحاتنا بتحية من نحب. فصبحكم الله بالخير، وفي كل صباح أتمنى لكم مشاهدة ممتعة مع فقرات برنامجكم الصباحي الذي يغمرنا دائما بلذة الصباح المشرق. فصباح الخير يا وجوه الخير، أسعد الله بالخير صباحكم، وأنا أحييكم عبر برنامجكم المباشر صباح اليمن اليوم الذي يأتيكم دائما عبر شاشتكم قناة اليمن اليوم. الشباب دورهم في صنع التغيير، هذا هو موضوع حلقتي لهذا الصباح. أتشرف أن يكون معي في الاستوديو الدكتور محمد مفلح، مساعد بكلية التربية الرياضية جامعة صنعاء. مرحبا بك دكتور محمد. أهلا وسهلا بك، أتمنى أن يكون صباحك مشرقا. صباح الورد عليك أستاذ صبري الكميم، وأشكرك شكرا جزيلا على الاستضافة هذه. الشكر موصول للأستاذ أشرف عقيل مخرج البرنامج، وأيضا لطاقم التصوير ولمدير القناة ولكل العاملين بالقناة. شكرا يا دكتور محمد. السادة المشاهدين، سيكون لدي العديد من الفقرات التي أتمنى أن تنال رضاكم وأعجابكم خلال هذه الساعة البرامجية المباشرة. كما تعودنا البداية دائما مع المهندس رشيد العريقي النطق الرسمي لقطاع الأرصاد في الهيئة العامة للطيران المدني. باش مهندس رشيد صباح الخير. سعد الله صباحك بالنسبات والخيرات أخي صبري، أحييك وأحيي أيضا طاقم البرنامج بمعية الجميل المخرج المبدع أشرف عقيل، وكذلك ضيفكم الكريم في الاستوديو الدكتور محمد مفلح، وأيضا جميع مشاهدينا الأكارم. شكرا يا باش مهندس. ما هو الجديد لديكم فيما يخص هبوب الرياح والأتربة والرمال في العديد من المناطق في محافظات بلادنا الحبيبة وما رافقها من جفاف وأيضا انحسار الأمطار واضطراب البحر؟ نعم أخي صبري، فعلا استمرت هبوب الرياح الجافة والمثيرة للأتربة والرمال تجنت معها أمطار رؤية أفقية، خاصة في مناطق بلادنا الصحراوية وأجزاء من المحافظات الجبلية، كما ايضا اشتدت الرياح في خليج سقطرى وارتفعت والامواج وضرب البحر حيث وصلت ارتفاع الامواج الى 4 امتار، كما ايضا ان الامطار كانت اكثر شحه ومحدوديه حيث هطلت امطار خفيفه خلال اليومين الماضيين، خاصه على غرب المحويه المطله على ساحل التهامه في مديريه الخفض، وكذلك على اجزاء من محافظه حجه. وهنا طبعا النصائح للمواطنين عبر أثير هذا البرنامج وكذلك المشاهدين الزراعيين بضرورة إعطاء اهتمامات كبيرة في مسألة ترشيد وتقنين استخدام المياه وعدم السر فيها، خاصة وقد مر حوالي 5 أشهر من الجفاف في بلادنا، خاصة على المناطق الجبلية التي دائما عادة ما هي معهودة في خلال هذه الفترة من أمطار، وبالتالي علينا ضرورة الاهتمام بالمياه وضرورة عدم الإسراف فيها كما أسلف. كما استمرت أيضا الأجواء الحارة وشدة الحرارة على أغلب محافظات بلادنا، خاصة الصحراوية والساحلية وأجزاء أيضا من المرتفعات الجبلية، وقد سجلت أعلى درجة حرارة عظمى يوم أمس في مطار سيئون الدولي 42.4 وفي سقطرى 36.4 وفي عدن 38 درجة مئوية وفي عتق 36.3 وفي سقطرى 36.3 وفي الغربة 35 درجة مئوية وفي الحديدة 35.2 وفي صنعاء 30.7. نلاحظ أن الأجواء الحارة والجافة لا تزال هي السائدة خلال والتي سادت خلال الأيام الماضية وسوف تستمر خلال الأيام القادمة، لكن مع احتمالية بسيطة لهطول أمطار قريبة قد تكون على أجزاء من المحافظات الجنوبية الغربية. طيب باشمهندس، ما هي أبرز التوقعات والتنبيهات الصادرة من المركز الوطني خلال هذا الصباح؟ نعم، المركز الوطني للأرصاد الجوية يتوقع أن تكون الأجواء على المرتفعات الجبلية صحوة إلى غيمة جزئياً أكثر ساعات النهار، مع إمكانية هطول أمطار متفرقة خفيفة في فترة ما بعد الظهيرة على مناطق متفرقة من محافظة الجبل الغربية من لاحق جنوبا حتى دمار شمالا وعلى أجزاء من المرتفعات المطلة لساحل التهامة، وتزداد سرعة الرياح نهارا كثيرة الأتربة والرمال، ومناطقنا الساحلية غائمة جزئيا حارة ورطبة نهارا، وتنشط الرياح على السواحل الجنوبية والشرقية وأقصى سرعة لها تصل 28 عقبة أي حوالي 56 كيلومتر في الساعة. مناطقنا الصحراوية يتوقع لها طقس مشمس حار إلى شديد الحرارة نهارا، وتنشط رياح مثيرة للأتربة والرمال خاصة على صحاري الجوف ومارب وشمال غرب كبوة
واقصى سرعه لها 20 عقده هي 40 كيلو متر في الساعه، مع ما الخميس قطره، فيتوقع المركز الوطني للارصاد الجويه ان يكون الطقس قائم كليا بوجه عام، وتنشط الرياح لتصل اقصى سرعه لها 30 عقده، تعمل على اضطراب البحر وارتفاع الامواج والذي قد يصل الى 4 امتار. وبالتالي ينبه المركز الوطني للارصاد الجويه مرتادي البحر والصيادين وقبابين السفن خاصه الصغيره منها هي الخميس قطره والسواحل الجنوبيه والشرقيه من اضطراب البحر وارتفاع الامواج. كما ينبه الاخوه المواطنين في المناطق المتوقع هطول الامطار عليها بالتواجد في مجاري وممرات سيول، وكذلك سيقل من ثبات الطرقات والمعدلات الجبليه من سن رؤيه الافقيه بسبب الامطار اثناء وبعد هطول الامطار. وينبه ايضا الاخوه المواطنين في المناطق الصحراويه والهضاب الداخليه والمناطق والسهول الساحليه او الذاهبين اليها من الاضواء الحاره وشديده الحراره. هذه اهم التنبيهات والتوقعات الصادره صباح يوم هذا الاحد من المركز الوطني للارصاد الجويه. لقائي بك يتجدد باذن الله تعالى صباح الثلاثاء القادم. كنت معي من صنعاء الناطق الرسمي لقطاع الارصاد المهندس رشيد العريقي، شكرا جزيلا لك. دكتور محمد مرحبا بك مجددا. في البداية قبل أن نخوض في غمار الحوار، ما أهمية الرياضة للشباب بشكل عام؟ الرياضة الصراحة هي مهمة لجميع الفئات العمرية. الفئة العمرية اللي فئة الشباب وخصوصا عند وصول الشاب إلى سن 18 عاما يكون لديه التوافق العصبي على أكمل وجه، في هذا السن يكون جاهز لخوض جميع أنواع الرياضات. وتمارين الكارديو أيضا مهمة للجسم، لها فوائد معينة. كل أي تمرين، أي حركة انتظامية، الرقص حتى صعود الدرج ونزوله، هذا جزء أو تمرين يعني. السادة المشاهدين، طبعا تمارين الكارديو هي من أشهر التمارين الرياضية التي بدأت تنتشر مؤخرا، وهي جزء أساسي لأي برنامج رياضي في الجيم أو صالة الألعاب الرياضية أو في حتى المنزل. تفيد هذه الرياضة في إنقاص الوزن والحفاظ على اللياقة البدنية، وكذلك لكي تكونوا أكثر صحة.
الشباب محرك الحياة في المجتمع والقلب النابض المجدد والمطور. الشباب هم طليعة المجتمع وعمود الفقري وقوته النشطة والفعالة القادرة على قهر التحدي وتجاوز العقبات لدوره الأساسي في المجتمع. لذا فإن أي مجتمع يجب أن يفتخر بشبابه، لأنهم الرئة النقية التي يتنفس منها الشباب المؤهل بالعلم والمعرفة الطموح القادر على الأخذ بزمام المبادرة، المثقف الواعي الحريص على قضايا أمته، المحافظ على مكتسبات الوطن المادية والمعنوية. وعلى الشباب ألا يترددوا أبدا في خدمة المجتمع وبناء مستقبل الوطن والإسهام في رسم الخطط لإحداث التغيير الإيجابي الجذري. لقد أودع الله في الشباب الطاقات يجب أن تستغل في العطاء الخير، ويجب إعطاء الشباب مكانتهم الحقيقية في المجتمع وإعطائهم أدوار مهمة تساهم في بناء الوطن. وأصبح العمل مع الشباب على أساس تخصصي واحدة من الاتجاهات الرئيسية التي بدأت تشق طريقها في غالبية البلدان والمجتمعات، والتي تستهدف صقل الشخصية الشبابية وإكسابها المهارات والخبرات العلمية والعملية وتأهيلها التأهيل المطلوب لضمان تكييفها السليم مع المستجدات وتدريب القادة الشباب في مختلف الميادين المجتمعية. حول هذا الموضوع يسرني أن أرحب مجددا بالدكتور محمد مفلح، أستاذ مساعد بكلية التربية الرياضية جامعة صنعاء. مرحبا بك مجددا دكتور محمد. لا شك بأنه الوطن يعيش حالة حرجة طبعا من الحرب التي يعني أنهكت يعني قدرات الوطن. كان الشباب للأسف هم في طليعة من ضحوا يعني نتيجة الأوضاع التي يعني تحدث. كان الشباب أيضا هم وقود لهذه الحرب. خسرنا الكثير من الشباب القادر على العطاء. يا دكتور محمد، الشباب هم الثروة الحقيقية لأي بلد، لكن ما يحصل اليوم للشباب اليمني للأسف عنده بطالة، مصاب بضغوط نفسية، نازح، مشرد، هناك من يبحث عن اللجوء. كيف تقرون ذلك؟ الشباب هم يعني أساس المجتمع يعني. وفي البلدان العربية لك أن تتخيل أنه 50% من تعداد السكان هم من الشباب، وقد تصل هذه النسبة إلى 65% في بعض البلدان العربية. يعني هم أكثر من نصف المجتمع. هي شريحة مهمة جدا، وهي ركيزة البناء الأولى. الضغوط النفسية طبعا هي من جراء الحرب، والصراحة ليس الشباب فقط هم من يعانون منها، ولكن أصبح معظم يعني فئات الشعب بما فيها الأطفال وكبار السن يعانون من هذه الضغوط، لأن الحرب طال أمدها والساسها لم يحسنوا يعني ولم يقدروا هذا الشعب. بالعكس، احنا بنخسر شريحة مهمة. ربما في بعض البلدان يا دكتور محمد الشباب مستقر نفسيا، بيشتغل، يتخرج من الجامعة، يذهب إلى سوق العمل، يجد يعني عمل في مجال تخصص. لكن الشباب اليمني اليوم يعني كادح، بطالة موجودة للأسف الشديد. أغلبية الشباب يتمزج بهم طبعا في هذه الحرب، وقود لهذه الحرب. لا يوجد بيت في اليمن إلا وخيم الحزن عليه، لفقدان عزيز، لوجود جريح، لوجود معتقل، لوجود يعني مسجون. طبعا هي مشاكل كثيرة تؤرق مستقبل الشباب اليمني. هناك للأسف من الجماعات المتطرفة التي تسعى لتسميم عقول الشباب لتفخيخ مستقبل اليمن. والله أنا يؤلمني الصراحة ما يحدث للشباب، لأنه اللي كما تفضلت هما وقود للحرب، واللي بيذهب خيرة شباب اليمن الصراحة من الطرفين. يعني الأبطال هم اللي بيذهبوا وقود للحرب. من أجل ماذا؟ من أجل أن الكبار يعني يحصلوا على مكاسب سياسية أو شخصية. فالحرب هي لعنة صراحة حلت على اليمنيين. الجماعات الدينية يعني يا ريت نفرق ما بين الجماعات الدينية والمتدينة، لأنه في خلط كثير عند الناس. في الساحة اليمنية بعض الجماعات الدينية أو الأحزاب الدينية أو سميها ما شئت، يعني هي متدينة وليست دينية. لماذا؟ المتدين هو من يأخذ
شكل من أشكال الدين، يلتزم بالصلاة، يلتزم بالصيام، في المعاملات ما بينه وبين ربه، في شكله، في هيئته، في الشعارات التي يحملها، في ملبسه، في مثلا لحيته، في أي حاجة، شيء بينه وبين ربه، هو شكل من أشكال الدين. بينما الدين الحقيقي اللي الرسول عليه الصلاة والسلام على آله وأصحابه قال: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. الدين أخلاق وسلوك وتعامل. فقد يكون الشخص متدين وليس عنده دين، تجده في معاملاته أو في أخلاقه، أو تجد لديه فساد، أو تجده يستبيح دم الآخر، أو تجده وتجده وتجده. فأين أنت وأين الدين؟ أنت جماعة متدينة، ولا أنا لا أرى فيك الدين، ولا أريد منك أن تخبرني عن الدين، أريد أن أرى هذا الدين في أخلاقك وفي تعاملك. قبل أن تتحمل المسؤولية ماذا كانت شعاراتك؟ بعد أن تحملت المسؤولية كيف أصبحت؟ كيف تعاملت؟ كيف حكمت؟ كيف أدرت الأمور؟ أين الدين؟ إذن يجب أن يعني نوعي الشباب، أن نوجه الشباب أيضا عدم الانغماس مع هذه الجماعات أيضا المتطرفة التي تسعى يعني لتبديد الصورة الجمالية للحياة، وأظهار بأن الحياة هذه يعني لا داعي لها، أنه لا بد أن الإنسان يشارك في الحرب، ولا بد أنه يموت نفسه ويفجر نفسه والله الذي يريد أن يفجر نفسه يذهب هو ليفجر نفسه. أنا كشاب بيعلموا الشباب نعم، أنا كشاب، أنت مطلوب منك كشخص في يدك الحكم أيا كان الذي بيحكم سين أو صاد، أنا شاب، دورك أنك تأهلني، أنا أريد أن أحصل على تعليم جيد، وليس فقط جيد، ممتاز. إحنا يعني إحنا في أمام سوق عمل لا يرحم، يعني سوق عمل أيضا متغير، وجود تخصصات جديدة وتكنولوجيا حديثة ودورة المعلومات أيضا. أيوة، الناس في تطور دائم، يعني أنا أريد تعليم جيد، وأريد في المراكز الصيفية هذه. المراكز الصيفية لماذا وجدت؟ لاستكمال عملية التعليم البديل. بديل هي كانت بديل إثناء العطلة الصيفية، استغلال وقت الفراغ. نعم يا دكتور محمد، في السابق يعني كانت مراكز صيفية تقام فيها أنشطة رياضية، كنا نبدأها بالسلام الجمهوري بغرس حب الوطن، كان أيضا يوجد منظمات وجمعيات شبابية جميلة مثل جمعية الكشافة والمرشدات، الهلال الأحمر اليمني، اتحاد شباب اليمن، كان الشباب اليمني أيضا يعني كان في حراك شبابي رائع، يعني المخيمات شغالة، المؤتمرات الشبابية شغالة، المراكز الصيفية شغالة، لكن للأسف الآن ما يحصل هو يعني تبددت تلك الصورة الجميلة وحلت محلها شعارات طائفية وشعارات طبعا تتستر بالدين، للأسف تسعت المزيد من المقابر، وأصبح الدم هو المخضب في شوارع اليمن، وأصبح الشباب طبعا اليمني أيضا تتكالب عليه قوى الشر في كل مكان. أنت بتشوف يا دكتور محمد أنه التطرف الديني يقدم للمستقبل كارثة كبرى تحت يافطات وشعارات شعارات الموت؟ والله شوف، التطرف بأي شكل من أشكاله هو مرفوض، وليس من ديننا في شيء. يعني الرسول عليه الصلاة والسلام قال: الرفق ما كان في شيء إلا زانه، وما نزع من شيء إلا شانه. مجرد أنت ما تكون متطرف في دينك، في عقيدتك، في رأيك، في لا تستمع ل يعني للرأي الآخر ولا تتقبل الآخر، فيعني أنت ذهبت بعيدا. ليست يعني يجب أن يكون هناك في وسطية، يعني ديننا دين الوسط والاعتدال، ديننا دين الوسط والاعتدال، أي يعني من شد في النار، وما أحد يعني شادد هذا الدين إلا غلبه هذا الدين، ما في أحد يعني يوغل في هذا الدين إلا برفق، زي ما قال الرسول عليه الصلاة والسلام. هذا هو ديننا أصلا، ديننا فيه كل الأطياف، فيه كل يعني الرسول عليه الصلاة والسلام عاش جنب يهودي، يعني ما فيه إحسان للجار، فيه إحسان للمعاهد، فيه عدا، فيه تحريم إراقة الدم،
يعني الدم المسلم والدم الكافر اصلا غير المحارب، لانه ما فيش بينك وبينه حرب، كل الدماء محرمه. دكتور محمد، ايضا كان الزمن الجميل في الماضي، بتشوف الشباب ماسكين اللابتوب، اللي ماخذ الهند باك فيها ملابس الرياضه. نعم. كان في صوره يعني جميله جدا. نعم. لا توجد مظاهر للسلاح. الان بصراحه ما اشوف نشرات الاخبار يشعر الواحد بالحزن، وانت بتشوف الشباب مدجج بجميع انواع الاسلحه. يعني حتى في الماضي كانوا الاطفال مثلا يحفظوا اسامي الانديه واللاعبين. نعم. الان اصبحوا خبراء في السلاح المتوسط والثقيل بانواعه. كارثه هذه ثقافه الموت، هذه كارثه. يعني انا دوري اننا اكمل، يعني اسلح الشاب هذا بالعلوم والمعارف والخبرات، تمام، اللي تعينه على الحياة، اللي تجعل منه إنسان مكتمل الشخصية، إنسان قادر على بناء وطنه، تمام. وبعدين أنا أترك له الخيار، يعني أما أنا كل اللي أنا يعني بس يعني أنا اختصرت دور الشاب أنك تعال، أنا فكري كذا معين، أنا أحتاجك تبوت في المكان الفلاني أو تكون أنت ورقة فقط. يعني يا دكتور محمد، عفوا، يعني في كارثه مثلا لو رجعنا بالذاكره الى الوراء، يعني عام 2011 مثلا بدات فوضى الربيع، ما يسمى بالربيع العربي. يعني لو فرضنا انه شاب كان عمره 10 سنين او 11 سنه من العام 2011 حتى الان، 10 سنوات مرت، يعني الان عمره 20 21 سنه، يعني اهم مرحله من حياته كانت اضطرابات وحروب وصراعات. كيف هذا يفكر في المستقبل؟ يعني ماذا سيقدم للوطن؟ كيف سيتأهل إلى سوق العمل؟ فألاحظ يعني من المؤكد أن الشباب اليمني للأسف يعني يدفع الثمن من حياته، يدفع الثمن من صحته، يدفع الثمن من نفسيته، يعني يدفع أشياء كثيرة. والله هو بيدفعها الكبار اللي راهنوا بمستقبل الشباب، هذا أولا. رجال الساسة يتحمل. نعم، الساسة يتحمل المسؤولية. لماذا اصلا ما حدث في 2011؟ لماذا؟ هل كانت ثورة شباب؟ أين هم الشباب؟ لا نرى شبابا، نرى أحزاب سياسية. طيب، هل كان هناك فساد؟ نعم. ما هو الموجود الآن حاليا؟ الفساد بأبشع صوره موجود، وهذه كلمة حق. طيب، يعني أنت إذا كنت معترض على شكل الحكم، على شكل ما كنت تسميه بالتوريث العائلي مثلا، الآن إيش اللي موجود؟ هل في توريث سلالي؟ نعم موجود. هل في توريث حزبي ومناطقي؟ نعم. من الذي يحكم في الجانب الآخر؟ هذا موجود. طيب، أنت بتدير الدولة بشكل كويس، علشان أنا إنسان مستقل حاليا، أنا أريد أن أكون معك، خليني أشوف إيش عملت. اللي في الداخل لديهم عذر الحصار والحرب، واحنا ما فيش بيدنا امكانات، تمام. اللي هنا ايضا الحكومه لديها عذر انه احنا الدوله مختطفه مننا، وان احنا عايزين نسترد الدوله علشان نمارس برامجنا ونبني الوطن، كلهم لديهم العذر موجود. طيب، انا متقبل هذا الاعذار. لما اجي اشوف تعيينات عندكم هنا او هنا، واجدكم لا تقدروا صاحب الكفاءه ولا صاحب الامانه ولا صاحب الخبرات ولا صاحب العمل، ولا يعني كل واحد بيبحث عن اصحابه. فاين المشروع الذي يجمع اليمنيين كلهم؟ اين مشروع بناء الدوله اليمنيه الحديثه؟ مشروع بناء الدوله التي فيها كل اليمنيين وكل واحد مقدر، وفيها الرجل المناسب في المكان المناسب. يا دكتور، عفوا، قبل بناء الدوله، الان نحن نحتاج الى بناء الانسان اليمني. هذه هي النقطه المحوريه اليوم. فليش قلت لك انا الشاب لازم ياخذ حقه؟ المراكز الصيفيه هي تكمله لما يتم في المدرسه، في الاوت دور اديوكيشن، يعني في المدرسة، في الأنشطة اللي هي الكلاس روم والإنفورمال، التشكيلات الصفية. برا أنا بأدي له مهارات إضافية، مهارات بدنية ومهارات نفسية ومهارات وحاجات اجتماعية أعززها، وأنمي الهوية الوطنية، وأبني وأسلحه بكل حاجة. وبعدين هو، أنا لو أنا كويس كحزب ديني أو كجماعة أو كحزب سياسي،
هو بيختارني، هو لو رأى الصدق، لو رأى فيني الدين زي ما قلت لك وليس التدين، لو رأى عندي أخلاق وعندي مبادئ، وأنا ما كنت يعني أنادي وأطالب بأنا كنت أشتكي من الفساد، أنا لست فاسدا، أنا كنت أشتكي من التوريث، أنا لا أورث المناصب وغيرها أشياء كثيرة. الآن ما يحدث يا دكتور محمد في المراكز الصيفية، كيف تزرع الألغام، كيف تفكفك الأربيجي، كيف تقتل، هذا للأسف اللي حاصل. يعني احنا نتمنى ان الشباب يكونوا يعني اكثر وعي ويشوفوا انه القادم اجمل، وان الحياة ايضا فيها الكثير من الاشياء الجمالية، وانه لابد ان تنتهي الحرب ولابد ان يقف نزيف الدم، ويجب ان يعود الشباب الى مدارسهم الى جامعاتهم، يواصلوا عملية البناء والاعمار لوطنهم. السادة المشاهدين، بالانتقال الى الفقرة السياحية، طبعا اليافع طابع معماري خاص ومتميز في بناء البيوت والحصون وتشييد القلاع، فبالرغم من التطور الحضاري الذي اجتاح المنطقة التي تواكب كل جديد، إلا أن أهلها لا زالوا محافظين على طابع البناء بشكل كبير، حيث يشيدون بيوتهم من الأحجار الجبلية واستخدام الطين لتثبيتها، ولا يستخدمون الأسمنت والحديد إلا فيما ندر. تظل يافع عبقرية المباني وعظمة الإنسان. إلى يافع عقدنا العزم وشددنا الرحال، وكان قدرا جميلا أن نصلها في تلك اللحظة، ويا لها من لحظة فيها كنا على موعد مع السحر. كانت شمس الأصيل الغاربة تتوهج قبل المغيب، ترسل أشعتها الذهبية في الأفق الرحيب، فيما هي تتوارى عن الأنظار، تشع فيغمر انعكاس أشعتها الأرجاء، ويطبع في الكون بصمة من سنى الألوان. بدت الأرض وما عليها غارقة في الصمت، تعيش لحظتها الهادئة، ويقطع لحظات الصمت صوت المؤذن يصطح بنداء الحق، فيما تنسج في الأفق خيوط الليل نرتقب الصباح، ومع تبشيره الأولى حمل الضياء لأعيننا مفاجأة أخرى لم تكن أبداً في الحسبان. كانت السحب البيضاء تصعد لتعانق قمم الجبال الشامخة، بعد أن اتخذت من سفوحها محاضن ومرافئ تأوي إليها. بدت في تلك اللحظة مثل لآلئة ترصع الصخر، وتغير ولو لبعض الوقت من ملامح الطبيعة، حتى لا تمل الأعين أو تنسى جميل اللحظات. يافع أرض وبشر اشتهرا عبر الزمن وضاع صيتهما منذ الأزل. فيافع الأرض تقع في المنطقة المعروفة باسم سرو حمر، وعرفت في التاريخ القديم باسم دهسم. وكانت أراضي يافع في البدء تابعة للدولة الأوسانية، ثم آلت إلى القتبانيين، وفي العصور اللاحقة انقسمت يافع إلى قسمين، يافع العليا ويافع السفلى، ولكل منهما حدود ومشيخات وسلطنة، وهي اليوم إحدى مديريات محافظة لحج. وفي أعمالها تنطوي العديد من المراكز الإدارية، من أهمها لبعوس، الحد، المفلحي، ويهر. وفي جنباتها تتقاطر المئات من القرى التي تتناثر في صدور الجبال وأعاليها، تشمخ منازلها الحجرية تطاول عنان السماء. تقع مديرية يافع شمال شرق مدينة الحوطة، عاصمة محافظة لحج، وعنها تبعد بحوالي 100 كيلومتر. تحيط بها من الغرب مديريتا حالمين وحبيل جبر، ومن الشرق والشمال والجنوب أجزاء من محافظات البيضاء والضالع وأبين. ولتضاريس يافع سمات تميزها عن غيرها، فهي أولاً منطقة جبلية ترتفع عن مستوى سطح البحر بحوالي 2500 قدم،
ويعد جبلا العر وثمر أعلى قمتين فيها، وتعتبر يافع أرفع منطقة في المحافظات الجنوبية والشرقية. وتتميز جبال يافع بصلابة أحجارها وبعورتها وطبيعتها القاسية ومرتقاها الشاق، إلا أن ذلك كله بات لأهلها من مألوف الأشياء. وأكثر من ذلك فقد استحبوا الإقامة على قممها، ومنها استمد اليافعي الصلابة والبأس. أوليس الإنسان بنبيئته؟ مرحبا بكم مجددا، ونعود لاستكمال حواري مع الدكتور محمد مفلح. دكتور محمد، الصورة الآن الموجودة على الأرض هي لشباب يحملون طبعا البنادق، متمترسين خلف يعني في الجبهات، أصبحوا وقود لهذا الحرب كما ذكرنا سابقا. اليوم ما يحدث للشباب اليمني في ظل صمت دولي مخزي، ما تعليقك على ذلك؟ والله المجتمع الدولي هو الصراحة احنا عارفين انه يتعامل في كثير من القضايا او يكيل بمعيارين، يعني هو من يتحكم في الاعلام والمال هو الذي يتحكم في المجتمع الدولي. ولكن كوننا نتواجد هنا في جمهورية مصر، يعني هناك نداء او رسالة يعني نحب نوجهها لمصر حكومة وشعبه ورئيسها يعني السيد عبد الفتاح السيسي ربنا يحفظه، أنه مصر تستعيد الدور القيادي اللي هو دورها أصلا، ومصر هي أم العرب، أمننا وأمنها واحد. فيعني يا ريت أنها هي لها كلمتها الصراحة على كل العرب، زي ما يعني تدخلت في ليبيا وكان تدخلها محمود، وتدخلت في فلسطين، هي الأخ الأكبر لنا كلنا كعرب. يعني نرجو أنه يتدخلوا في موضوع اليمن يعني وينهوا الصراع، وتستطيع مصر يعني من خلال ملف اللاجئين أن تدول القضية. أحيانا القضية إذا ظلت في محيطها وفي منطقتها الجغرافية أحيانا لا تأخذ حقها من الاهتمام. لو فقط تحرك ملف اللاجئين الموجودين هنا في مصر، تقريبا أكثر من 1.5 مليون يمني. أقول يا دكتور محمد أنه تتوقف الحرب يعود اللاجئين إلى الوطن، الوطن بحاجة إلى شبابه إلى أبنائه لإعادة بنائه. يعني إحنا أردنا مش الكل حنترك الوطن، يعني ما لا أحد يريد أن يترك الوطن، ولكن إحنا هنا يعني سعادة الرئيس قال ما فيش، أنا عندي لاجئين الله يحفظه. يعني أنا بتكلم هنا مش كأني يمني، كأني مصري، هذه بلدي يعني زيها زي اليمن تماما. هي كورقة ضغط على المجتمع الدولي لتدويل القضية. ذا الحين لو كل دولة أوروبية وأمريكا وكندا كل دولة مثلا وصلت لها 100 عائلة أو 200 عائلة يمنية، هنا وقتها بيحصل ضغط دولي. ليش الحرب اللي دائرة في اليمن؟ كم لها الحرب؟ مين سببها؟ لازم تتوقف، لازم يكون في سلم في المنطقة، لأنه إحنا بنعمل ضغط على مجتمعاتهم، كذا بيكون صوتنا أعلى يعني فقط. لكن هو الرئيس الله يحفظه هو محتوينا، فالقضية مش ظاهرة للعالم. طيب يا دكتور، لو رجعنا موضوعنا موضوع المراكز الصيفية والعطلة الصيفية، يعني كيف نستغل هذا العطلة الصيفية لتغيير مفاهيم الشباب لكي يعني يتطلعوا إلى مستقبل أفضل وواعد؟ يعني كيف نساعدهم على مشاريع فكرية يعني تبني ولا تهدم؟ والله احنا نبين لهم ان احنا كيف ان احنا في عالم متغير يعني ومتسارع يعني، وانه احنا تعليمنا اصلا هش. تعليمنا هش، لازم برامج إضافية. تحديث البرامج قصدك؟ تحديث يعني لازم يعني المناهج الدراسية تحديثها يعني بما يتواكب مع متطلبات العصر. هذا بالنسبة للمناهج. طيب أنا في عندي نقص في اللغة، عندي نقص في المهارات،
الآن في مهارات الإقناع، التأثير، التواصل، الكوميونيكيشن، الإقناع، العمل في ضمن فريق. حتى المناهج يا دكتور ما سمعتش منهم، حتى المناهج تم تفخيخها بأفكار سامة، بأفكار سامة. وأيضا المنهج في نفسه يعني جاء لنا في قالب صلب، يعني هو يعني حتى يشتغل. احنا عندنا لما بنعمل مع الشاب أو مع الطفل بنعمل في ثلاث مراحل، يعني بنعمل معه جانب معرفي وجانب وجداني نفسي وجانب بدني، تمام. المنهج معظم المناهج بتشتغل على الجانب المعرفي بنسبة 90%. الجانب المعرفي هذا فيه 6 مراحل، تمام، فيها الحفظ والفهم والتطبيق والتركيب، وفي أعلى حاجة التقويم. احنا بنشتغل مع الشباب بالحفظ بس، يعني احنا كأن المدرس او المعلم او المنهج هو كأنه ميموري كارد في موبايل، احنا بنحفظه معلومات فقط، احنا ما بنخليش عقله يعمل مهارات التحليل والتركيب والدمج وكذا، انه يصيغ مقال، يكتب حاجة، يفكك حاجة، يحلل، يقارن، يناقش. ليش ما نتعلم ايضا من اليابانيين؟ اليابان وصلوا الى مرحلة متقدمة من التعليم، يعني اسلوب يعتمد على المهارات وتأهيل الشباب وتنمية قدراتهم وابراز يعني ابداعاتهم، بدل ما يجلس الطالب خلاص يحفظ بس. هذا يعني نريد ان الطالب يفهم اكثر مما يحفظ. ايوه، الفهم هو مرحله اعلى من الحفظ، تمام. والتطبيق زي ما قلت، المهارات والقدرات في مناهج، منهج النشاط هذا هو يجي مرافق لمنهج المواد المنفصله، تمام، الدراسيه. وفي هذه الاشياء احيانا بتجد فرصه اكبر ان انت تاخذها برا الكلاس، يعني في المراكز الصيفيه انت بتاخذ رياضه كثير، في بتاخذ يعني ازاي تتعامل مع الخلاء، كيف تتعامل مع الماء، كيف تتعامل، كيف تقوي علاقاتك الاجتماعيه، الاشياء الوطنيه، كيف الانتماء، وكيف الانشطه ايضا المجتمعيه. طبعا كان ايضا في تجارب ممتازه للشباب اليمنيين اثناء فتره جائحه كورونا، قاموا بعمل العديد من المبادرات التطوعيه. أيوة. كاطباء وكشباب. نعم. ايضا بيشاركوا في التوعية. أنت شفت أنه كان في دور فاعل لبعض الشباب فيما يخص موضوع يعني كورونا وتوعية الناس موجودة ومساعدتهم موجودة، وهذا حتى جزء من بناء يعني من بناء الشاب أنه ينخرط في الأحداث الكبيرة والأنشطة المجتمعية، تمام، والأعمال التطوعية. هذا يعني he have to be a volunteer. لما يتطوع هو بيصادف مشكلات، اولا بيتخذ قرارات. طبعا احنا من الاشياء اللي بنديها للشباب في المهارات السوفت سكيلز اللي هي المهارات البسيطه هذه، التخطيط الشخصي واداره الوقت وكذا، وفيه الهارد سكيلز اللي منها صنع القرار. بتواجهه مشاكل هو بيتخذ قرارات، قد تكون قرارات خاطئه مش مشكله، هو بيتعلم، هو في مرحله انه بيتعلم وبيكتسب خبرات. مجرد أنك تتخذ قرار هذا في حد ذاته مهارة ولو كان خاطئ. أنت بكرة بتتخذ القرار أحسن لأنك بالأمس اتخذت قرار خاطئ. بس لما أنا أعود الشاب أنه يجلس متلقي فقط، يعني متى هذا لن يكون قيادي أصلا في المستقبل، تمام. وأيضا يعرف أنه من الأعمال التطوعية أنه ليس كل شيء، يعني أنت أحيانا وطنك لازم تقدم له أشياء، يعني أنت مش كل شيء تأخذه من وطنك. دور الشباب اليوم في موضوع جائحة يعني كورونا، يجب أن يكون لهم إسهام فعال في عملية التوعية للناس. نعم، التوعية، وممكن التنظيم، وممكن التنسيق، وممكن جدولة مواعيد لو في لقاح، ممكن يعني الواحد أي حاجة يقدر يقدمها، يعني منشور أحيانا أو بوست أو صورة معبرة وأنت بالكمامة أو في وضع احترازي، لها مردود جيد. يعني سادة المشاهدين، فاصل ثم أعود لاستكمال حواري مع الدكتور محمد مفلح. الجميع وتنزاح غمة كورونا أثرت على العالم وأثرت على كل شيء، بس ربما أيضا هي فرصة أنه أيضا الناس البشر يراجعوا حساباتهم، يكون إنسان يعني قريب من الله أكثر. دكتور محمد، كيف نساعد الشباب على إدارة المواقع القيادية المهمة في المجتمع؟ وفي البداية أنا أبنيه كويس، تمام، وأجعله مؤهل لأنه يقود.
اثنين التمكين، أنا أسمح له بأنه يقود، لأنه في الأخير هو أنا إذا بنيته أولا كشباب أنا بأضمن أنه لما في مرحلة الكبار أو مرحلة لما يكون أب أو في كبار السن يعني مرحلة الشيخوخة بيكون عضو صالح، عضو صالح بدنيا ونفسيا، تمام، ما بيكلف الدولة أي أعباء، بالعكس بيكون مساهم أيضا في التنمية من موقعه وهو كبير. لما أنا أعمل على تمكينه وهو شباب وأنا أشرف عليه وأجعله يتخذ القرار وأنا يعني فقط مجرد قلت لك مشرف، أنا كذا بأصنع منه قائد حقيقي. طيب إذن يا دكتور السؤال المهم، أين يكمن دور الإعلام اليوم كوسيلة مهمة لتوجيه الشباب بالوجهة الصحيحة وترسيخ القيم والمبادئ الفاضلة؟ هو أهم دور الإعلام، يعني أصبح كل شيء حاليا هو الإعلام. الإعلام اللي قد يعني قد يظهر يعني قبحة فعلا مشين وهو يحذر من فكر متطرف بغيض، وقد يذر التراب على العيون ويجمل ما هو قبيح. فإذا كان الإعلام أو من يتحكم في الإعلام لديه ضمير، هو سيبين للناس وسيظهر للناس ما هو موجود وما هو حاصل. والناس، أنا لا أتحكم في رأي، أحيانا مثلا إعلامي مطلوب منه أنه ينقل الخبر فقط. استفدنا الكثير من المعلومات الجميلة التي أتمنى أيضا من السادة المشاهدين يكونوا أيضا قد استفادوا منها، خاصة فئة الشباب. شكرا كثيرا لكم وشكرا على الاستضافة، ودائما أتشرف بتواجدي معكم، وإن شاء الله إلى لقاءات قادمة إن شاء الله. أسعد المشاهدين، الحياة أشبه بمعركة محكومين بخوضها، حيث لا يمكن تجنبها أو تجاهلها، ولا بد من مواجهتها بكل قوة وتحدي لنعيش حياتنا بسعادة وهنا إلى الأبد. ونريدكم أن تحيوا بسعادة وسلام، ثقوا أن باستطاعتكم أن تتجاوزوا تحديات الحياة بنجاح. لا تنسوا، ابتسموا دائما في وجه الحياة. وضعيت لخبط يا بي، سما حمرا شايفة، حلمي تحطم يا بي، وكل الأمان واقفة. خبرني عنك يا بي، هات العلوم الحالية. أنا يا بنت مثلكم، عايش همومي والغنى، حلمي أعيش بينكم، ما حد يحس بيا ظنى. أمين كان عمري بسنكم، ما شفت بعد طعم الهنا. الله كريم الله كريم يا غالية. الصبر واجب يا قمر، والمر بكرة بايمر، الجرح لازم ينجبر وإحنا أبد ما ننكسر، لابد ما نجني الثمر ونذوق منا حاليا. وإحنا القلوب الثانية. كلام جدك وأكيد، فلتسمعي مني المزيد، اسم اليمن غالي فريد، حاضر وماضيه البعيد، حاز المكانة العالية. يا ربي لطفك باليمن، هي أمنا وأغلى وطن، لطفك يا ربي باليمن، يا ربي واجمع شملنا على المسرة والهنا، يا ربي واجمع شملنا، يا ربي لطفك باليمن، يا ربي لطفك باليمن.